سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة تطبيق ديسكورد. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، وبعدها سوف نقوم بالنزول إلى الأسفل والضغط هنا على ديسكورد خاص بكم، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين المؤقت، من ثم سوف نقوم بإيقاف هذا تشغيل الواي فاي خاص بكم، بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل. هنا سوف نقوم بالبحث عن ديسكورد خاص بكم، سوف يظهر على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديث قم بضغط عليه وسيتم تحديث تطبيقكم ديسكورد. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة. هناك